السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات الصف الخامس ابتدائي في مادة الرياضيات. أنا محدثكم عبد الله آل شديد. اليوم إن شاء الله نبي ناخذ اختبار عن الفصل دروس العبارات الجبرية والمعادلات. هذا الاختبار هو يقيس مهاراتك في هذه الدروس. دائما أعزائي الطلاب والطالبات الرائعين والرائعات، خير ما نستهل به درسنا. بسم الله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يلا الآن ركزوا جيدا في الشاشة عشان نبدأ نناقش هذه المهارات. هذا الفصل الخامس اللي هو العبارات الجبرية والمعادلات. طبعا أنتم الآن أخذتوا 8 دروس من ضمنها استكشاف وتهيئة. العبارات الجمع والطرح الجبرية أخذناها، كذلك أخذنا خطة حل مسألة، حل مسألة أبسط، طريقة كيف تحل مسألة أبسط. ثم أخذنا الدرس الثالث عبارات الضرب والقسمة الجبرية، ثم استقصاء حل المسائل. الشيء الثاني أخذنا جداول الدوال، يعني عندك جداول الدوال، في عندك مدخلة، في عندك قاعدة عمليات، وفي عندك مخرجات. هذه نقاط مهمة جدا لابد تعرفها. إذا عرفت القاعدة خلاص المدخلة تكون معطى، لكن تطبق عليها وتطلع عندنا المخرجات. كذلك الترتيب العمليات، وهذه نقطة مهمة جدا في ترتيب العمليات. قلنا هناك أهم خطوات فيها، تبدأ في ماذا؟ أحسنتم، تبدأ في الأقواس أول شيء، ثم بعدين الضرب أو القسمة. اللي يبدأ الأول تبدأ فيه من اليمين إلى اليسار، وأنت تقرأ قراءة لغة عربية من اليمين إلى اليسار، تبدأ فيه الأقواس ثم الضرب والقسمة اللي يبدأ الأول، ثم عاد آخر شيء الجمع أو الطرح. اللي يبدأ في الجمع أو الطرح تبدأ فيه. ثم أخذنا كذلك اللي هو طبعا استكشاف أخذنا، لكن مهم نركز على الدرس السابع معادلات الجمع والطرح، ثم بعد ذلك معادلات الضرب. الآن نأخذ اختبار الفصل. راح تأخذ اختبار الفصل على جميع الدروس هذه الثمانية. هذه الدروس الثمانية راح نأخذ عنها. طيب يلا الآن أعطيكم 30 ثانية ثم نناقش بعد ذلك هذه المسائل. نبدأ مع بعض. شكرا لتفاعلكم أعزائي الطلاب والطالبات. يلا تعال أنا وأنتم الآن نناقش هذا السؤال، ركزوا جيدا في الشاشة. الآن يقول أوجد قيمة كل عبارة، يعني هذه عبارة رقم واحد، عبارة اثنين، لماذا عبارة؟ لأنها لا يوجد يساوي. طيب الآن مكان السين حط مكانه ماذا؟ 7، ومكانه الصاد نحط مكانه 5. يلا الآن السين هنا لو حطنا مكانها 7 هنا ماذا؟ تصبح الآن، أحسنتم، فليعوض مكان السين 7، فسبعة زائد 7 14. لو واحد طالب كتب على طول إجابة 14 بدون يساوي لكن بيّنها لنا يكون إجابة صح. مثلا لو حط هكذا فالإجابة صح، ما في أي إشكالية. نروح رقم 2 هنا، فقط تعوض مكانه الصاد اللي هي قيمة الخمسة اللي هنا، فلما تعوضها خلاص تقول 12. طيب لما تطرح من الخمسة كم يبقى؟ 7. نفس الطريقة لو أحد منكم حاب يطبق كذا وطلع الجواب 7، الإجابة صح. هنا في قسمة، فتعوض مكان السين ماذا؟ 7، أحسنتم. خلاص الآن 21، لما تقسم على 7 هيذكرك بجدول ما هو العدد، إذا ضربته 7 يطلع لك 21، أو عندك 21 حاب توزعها على 7 أشخاص، كم تعطي كل واحد منهم؟ أو بإمكانك تسوي بهالطريقة كذا كما سبق معك، والإجابة 3. تمام، ننتقل لسؤال ثاني الآن. أحسنتم من كانت إجابته في هذه الإجابة. يلا الآن أعطيكم 30 ثانية ثم بعد ذلك نناقش هذا السؤال.
شكرا لتفاعلكم أعزائي الطلاب والطالبات. الآن ركزوا في الإجابة جيدا. الآن هنا نبغى نعوض عن كل قيمة، طبعا السين خلاص هي 7 والصاد هي 5، لكن ركزوا الآن في رقم 4، 12 وفي حرف صاد. هذه نقطة مهمة، ما بين العدد والحرف ماذا نضعها أعزائي الطلاب الرائعين والرائعات؟ ماذا نضع؟ نضع علامة ضرب، أحسنتم. ومكان الصاد هذه نعوض مكانها لقيمتها هذه، فتصبح الآن 12 ضرب 5 كم الإجابة؟ 60. فإذا ضربت 12 ضرب 5 معناها يكون الإجابة 60. ننتقل إلى رقم 5، جميل جدا. فقط مكان الأحرف عوض أرقامها. هنا السين تحط مكانها ماذا؟ أحسنتم، 7. طيب ومكان الصاد ماذا نضع؟ أحسنتم، 5. خلاص الآن نقول 7 زائد 5 12. هنا الآن رقم 6، نقطة مهمة جدا. في رقم 6 معطيك حرفين مع بعض، طيب وش العلامة بينهم؟ ها عزيز الطالب أحسنتم، ضرب. العلامة بينهم ضرب. خلاص طيب مكان السين اللي هو كم؟ 7 أحسنتم اللي هي هذه. طيب ومكان الصاد اللي هي 5، خلاص نعوض مكانهم بعلامة الضرب، فسبعة ضرب 5 كم؟ 35. فمن كانت إجابته هذه إجابة فأحسنتم، وفقكم الله. يلا الآن ننتقل لسؤال جميل رقم 7، أعطيكم 30 ثانية ثم نناقش هذا السؤال. شكرا لتفاعلكم أعزائي الطلاب والطالبات. طيب الآن هذا سؤال جميل جدا، كجمال تواجدكم الآن معنا. طيب من مثل هذا المسائل ماذا أستحضر؟ أحسنتم، الخطوات الأربع. فركزوا جيدا كيف نطبق هذه الخطوات. نبدأ الآن. إذن هذه الخطوات الآن في الشاشة جيدة، راح أطبق كيف أفهم وخطط. أنتظر دقيقة، هو أعطاني هنا استعمل خطة ماذا؟ حل مسألة أبسط. خلاص إذا الخطة أعطاني إياها وانتهينا منها، باقي عليه أطبق الخطوات، أفهم وأحلل وأحل ثم أتحقق. تعالوا أنتم نقرأ مع بعض هذه المسألة. يلا الآن نكمل في الخطوات اللي هي أحل. كيف الآن نحل هذا السؤال؟ طيب هذه لابد أن تركز على أشياء مهمة جدا عزيزي الطالب والطالبة. يلا الآن خليك معي. الدقيقة الواحدة كم فيها ثانية؟ ها أعزائي الطلاب أخذتوها في دروس سابقة، أحسنتم، فيها 60 ثانية. تمام، الآن الدقيقة الواحدة فيها كم؟ فيها 60 ثانية. يلا الآن نبدأ مع بعض. عندنا 5 كلمات، يقال لك ترى كل 5 كلمات في 10 ثواني، هي تطبع وفاء. كل 5 كلمات في كم ثواني؟ في 10 ثواني. طيب الآن هذا يرجع الآن لذكائكم، وأنتم إن شاء الله كلكم جميعا أذكياء. الآن ركز معي، إحنا نبغى الدقائق، تمام؟ لأنه قال لك السؤال 5 دقائق. طيب الآن هنا أخلي 5 كلمات كما هي وخلي 10 ثواني كما هي. طيب أنا كيف أخلي 10 هذه الثواني تصبح 60 ثانية عشان تصبح عندي بالدقيقة؟ كم أضرب؟ ها عزيز الطالب أحسنتم، إذا ضربت هنا بستة لازم تضرب هناك برضو بستة، فتصبح الآن عندك هذه الآن 60 ماذا؟ انتبه، 60 ثانية، تمام؟ هذه 60 ثانية، إذن هي تطبع الآن، وهذا كم؟ أصبح 30 كلمة في 60 ثانية. طيب 60 ثانية كم قلنا عليها؟ أحسنتم، دقيقة واحدة. إذن نقول الآن 30 كلمة في الدقيقة ماذا؟ الواحدة. طيب الآن 30 كلمة في الدقيقة الواحدة، هو أعطاني قال السؤال 5 دقائق، طيب كم؟ إذا في الدقيقة الواحدة 30 كلمة في الدقيقة الواحدة، طيب 5 دقائق كم؟ أعزائي الطلاب أحسنتم، راح تكررها 5 مرات، يعني راح تضرب 30 في 5 دقائق. إذن بيكون الجواب هكذا، عدد الكلمات 30 ضرب 5، 30 من هنا، لأنك في الدقيقة الواحدة وأنت تبغى 5 دقائق، خلاص تضربه. طبعا
هنا في نقطة مهمة، تحط الصفر كما هو وتقول 3 ضرب 5 15، لأنك تستفيد من خصائص الضرب عد الأصفار. إذا 150 كلمة، هذه الآن إجابة هذا السؤال. طيب 150 كلمة، هذه إجابة هذا السؤال. طيب حابين نتحقق، يلا الآن ركزوا معي كيف أتحقق. التحقق يطلع نباهة الطالب إن نستخدم النمط أنا وأنتم ونشوف أي مسألة، هذه الطريقة حل مسألة أبسط أم بطريقة النمط. نبدأ الآن مع بعض، يلا. الآن هو يقول لك خمس كلمات في 10 ثواني، وأنا عارف في ذهني إن الدقيقة كم ثانية؟ 60. طيب وش رأيك نكرر 10 ثواني حتى نصل إلى 60 ونشوف كم كلمة كتبت في الدقيقة الواحدة، لأن 60 ثانية دقيقة واحدة. يلا الآن هذا هو، لاحظتم الآن لو جينا الآن وعديتها هذه ستجدها جميعا، ستجد هكذا الآن 30 كلمة في الدقيقة الواحدة. ليه؟ لأن هذه 60 ثانية الآن، هذه 60 والستين كم فيها دقيقة واحدة، خلاص إذا عندي 30 كلمة راح تكتب في الدقيقة الواحدة. طيب هو ما يبغى دقيقة واحدة، السؤال ما يبغى دقيقة واحدة، يبغى 5 دقائق، فخلاص نقول 30 ضرب 5 150، نفس الطريقة اللي قبل قليل، فتصير الآن 150 كلمة. هذا هو إجابة السؤال من ناحية التحقق، إذن الإجابة معقولة. يلا الآن ننتقل لسؤال ثاني جميل، هذا السؤال رقم 8. قامت إدارة وحدة المدارس بتوزيع، انتبهوا جيدا معي وأنا تقرأ مثل هذه المسائل أعزائي الطلاب والطالبات، دائما استحضر الخطوات الأربع، أفهم ثم بعد ذلك أخطط وأحل وأتحقق. تعال نقرأ مع بعض. قامت إدارة إحدى المدارس بتوزيع، كلمة توزيع الآن نحن الآن يكون عندنا شكلها في القسمة الآن، لأن كلمة توزيع تدل عليه توزيع طلاب الصف الخامس والبالغ عددهم 72 طالبا على عدد من الفصول الدراسية، تمام، بحيث يضم كل فصل، يعني من عدد الفصول هذه كل الطلاب في كل فصل كم؟ 18 طالبا في كل فصل. طيب السؤال فكم عبارة اكتب، فاكتب عبارة لإيجاد الفصول الدراسية، يعني اكتب عبارة جبرية لإيجاد عدد الفصول الدراسية. طيب أنا الآن عندي 72 وعندي الآن حرف السين، طيب كلمة توزيع ماذا تدل عليه؟ يعني قال لك الآن 72 طالبا في كل الفصول، كم الفصل الواحد؟ قال لك كم؟ 18 طالبا. كم عدد الفصول؟ معناها قسمة لأنها فيها توزيع، فأكتب أول شيء 72 تقسيم سين، فأنا هذه الآن هي العبارة الجبرية. طيب إذا حابين نعرف كم عدد الفصول الآن، خلاص كتبنا العبارة الجبرية، هذا انتهت، ما فيها علامة يساوي لأن العبارة الجبرية ليست معادلة. طيب إذا حابين بنعرف عدد الفصول، خلاص نقول نعوض مكان السين اللي هي 18، فاثنان وسبعون عندما تقسمها على 18 يطلع عندك ماذا؟ 4 فصول دراسية. هذا السؤال ننتقل إليه مرة أخرى، أعطيكم 30 ثانية ثم نبدأ مع بعض. شكرا لتفاعلكم أعزائي الطلاب والطالبات، يلا الآن ركزوا معي مثل هذه الإجابة، يقول لك اكتب عبارة جبرية لكل مهمات، يلا كل كلمة تدل على معناها أقل من 4. طيب مدام في أقل يعني أنا في الطرح، بس أين أحط الميم الأولى ولا الأربعة الثانية؟ أنا أعرف أن أقل هي طرح، انتهينا منه، بس وين أحط الميم أول ولا الأربعة؟ انتبه لما يقول لك أقل من ميم، يعني الميم هي الأكبر، فنقول ميم بعدين أقل نطرح منها 4 فتصبح ميم طرح 4. هذه هنا السؤال سهل جدا، عين ضرب 5، استبدل كلمة ضرب بعلامة الضرب فتصبح 5 ضرب عين، وبإمكاننا الآن نستغني عن كلمة الضرب نكتب 5 عين، احنا معترفين في أن دائما بين الرقم وبين الحرف علامة ضرب، فاللي كاتب كذا صح واللي يكتبها الطريقة أيضا صح. طيب هذا السؤال أعطيكم 30 ثانية ثم نبدأ مع بعض.
شكرا لتفاعلكم أعزائي الطلاب والطالبات الرائعين والرائعات. من مثل هذا السؤال في ذكاء خفيف، ركز عليه جيدا في الشاشة. شوف الآن عدد الطوابع وعدد والسعر بريال، إذا حاب بتجيبها بطريقة ثانية. طيب من عدد الطوابع بالنسبة للسعر بالريال ماذا تلاحظون فيه؟ إنك راح تقول مثلا كيف أصل من 20 إلى 2؟ راح تقول أقسم على 10. تمام، طيب في قسمة 10 هنا موجود عندك؟ هل يوجد عندك في الاختيارات تقسيم على 10؟ ما في. يوجد؟ لا يوجد. طيب خلينا نروح العكس الآن، نبدأ في العكس، نقول نبغى نبدأ من السعر بريال إلى عدد الطوابع. كيف جابها؟ عدد الطوابع ماذا يساوي؟ عدد السعر ضرب كم؟ ضرب 10. فإذا ضربت هذه بـ10 راح يطلع عندك 20 كلها، حتى هذه لو ضربتها بـ10 راح يطلع لي إجابة كم؟ 40. جميعها لو ضربتها بـ10 راح يطلع لي فوق 60، كذلك هذه، كذلك الأخير. تمام، إذا عدد الطوابع يساوي 10 ضرب السعر. إذا نختار ماذا؟ دال. أحسنتم، هذه. ننتقل إلى سؤال ثاني، من كانت إجابته دال فأحسنتم وفقكم الله. يلا الآن هذا سؤال جميل، أعطيكم 30 ثانية ثم نبدأ مع بعض. شكرا لتفاعلكم أعزائي الطلاب والطالبات. الآن ركزوا جيدا معي كيف طريقة نجد هذه الجدول، المدخلات والمخرجات. لدى كل من مازن وبسام حوض أسماك، لكن عدد الأسماك الموجودة في حوض مازن يقل. انتبه، كلمة يقل يعني طرح، اللي هنا استخدمها طرح. 5 أسماك عن التي في حوض ماذا؟ بسام. أنسخ جدول الدالة، موجود عندك. فقط مكان السين نحط مكان 6 ونشوف كم يطلع عندك. فلما تقول 6 لما نطرح منها 5 كم الإجابة؟ أحسنتم، إذن 5. لو لاحظت أن المخرجات ما بين المدخلات والمخرجات تقل بـ5، نفس كلامه يقل بـ5. طيب خلاص، يلا نفس الطريقة، مكان السين هذا نضع مكانه ماذا؟ 12. فنقول 12 لما أطرح منها 5 كم الإجابة؟ أحسنتم، 7. كذلك 18، حط مكان السين وأطرح منها 5 يبقى الإجابة 13. الآن هنا سؤال جميل جدا، تستطيع سميرة أن تصنع 4 حلقات. انتبه، 4 حلقات في الساعة الواحدة، يعني الساعة الواحدة تستطيع أن تصنع 4 حلقات. أوجد قاعدة الدالة، هذه نقطة مهمة، ثم انشئ جدول لإيجاد عدد الحلقات التي تستطيع سميرة أن تصنعها في 2 ساعة و3 ساعات و4 ساعات. ثم أعطاك سؤال ثاني، قال لك كم حلقة تستطيع أن تصنع في 5 ساعات. تعال أنا وأنتم الآن شيب قاعدة الدالة. يلا أنا عندي الآن 4 حلقات في الساعة، في ماذا تدل عليه؟ أحسنتم، ضرب. إذن كلمة في تدل على الضرب. خلاص أقول 4 ضرب سين، السين خلي ساعة، دائما نعبر عن المجهول بمتغير حرف اللي هو الساعة سين. خلاص 4 ضرب سين اللي هي القاعدة، منين جبتها؟ من هنا، 4 حلقات في الساعة. تعال أنا وأنتم الآن نكون جدول الدالة. هذه الآن مدخلات، وعندي هذه قاعدة الدالة والمخرجات. المدخلات هو معطني إياها، قال لك أول شيء 2 ساعة. طيب إذا مكان كل سين أضع 2، فأقول 4 ضرب 2 كم تصير المخرجة؟ 8. طيب إذا قال لي 3، إذا 4 ضرب 3 الإجابة 12. قال لي 4 ساعات، 4 ضرب 4 16. طيب هو حاب يقول لك قاعدة الدالة جيب الـ5، فكم في 5 ساعات؟ فنقول خلاص قاعدة الدالة 4 ضرب سين، أي رقم أو أي عدد من الساعات يبغاه فقط مكان السين أحطه فقط، فأقول 4 ضرب 5 فهي الجوابة 20. تمام، طيب يلا الآن في هنا نقطة مهمة جدا، هو ترتيب العمليات. خليني أذكركم فيها ترتيب العمليات. أول شيء ركز جيدا، الأقواس هذا أول شيء، ثم بعدين الضرب القسمة، أيهما يبدأ الأول تبدأ فيه، آخر شيء الجمع والطرح. تعالوا أنتم الآن نشوف هذا المثال، أعطيكم 30 ثانية ثم نبدأ مع بعض.
شكرا لتفاعلكم أعزائي الطلاب والطالبات. ركزوا جيدا معي، راح نبدأ في أول شيء علامة أقوى شيء الضرب، هذه ثم بعدين هذه وآخر شيء اللي هي الزائد. فنقول 5 ضرب 6 كم؟ 30، واثنان ضرب ثلاثة كم؟ 6، ثم نجمع الآن مع بعض فتبقى 36. هنا الآن أيهما أقوى، الجمع أم الضرب؟ لا الضرب أقوى، هذه أقوى. فنبدأ أول شيء نضع 26 كما هي والزائد كما هي، ثم نضرب 7 ب2 كم؟ أحسنتم 14. ثم الآن تجمع جمع العادي 40. ننتقل لسؤال جميل جدا هنا، نبدأ الآن مع بعض. أول شيء هنا الآن ماذا؟ أقواس، صح ولا؟ نبدأ في أول شيء القوس لأنها أقوى. خلاص الآن هنا 4 زائد 28، لماذا؟ نعوض حرف الزاء مكان 28، ثم أطرح الآن 13. خلاص الآن نبدأ أول شيء في اللي هنا لأنها أول شيء الأقواس، فتصبح الآن 32، أطرح منها 13، يبقى الإجابة 19. هنا السؤال جميل جدا، أعطيكم 30 ثانية ثم نناقش فيما بعد. شكرا لتفاعلكم أعزائي الطلاب والطالبات. يلا ركزوا الآن جيدا في الشاشة فقط. يلا الآن ما هي قيمة السين اللي تضعها حتى مع الخمسة تضيفها تصبح 8؟ أحسنتم، سين يساوي 3. حاب أتحقق لأن يقول لك حل المعادلة. وش معنى حل المعادلة أعزائي الطلاب؟ معنى بس تجيب قيمة الحرف فقط، فسين يساوي 3، خلاص أنت حليتها. تبي تتحقق، يلا عوض مكان السين 3 وشوف تطلع 8 ولا لا. فثلاثة زائد 5 طلعت 8 اللي هو هذا صح. نفس الطريقة الصاد هنا، هنا في نقطة مهمة جدا وفي ذكاء. هذا المطروح ما في إلا واحد فقط، كمية واحدة، فكيف تجيبها؟ عزيز الطالب راح تاخذ الاثنين تردها مرة ثانية، وال11 تردها كلها مرة ثانية بإشارة طبعا علامة الجمع، فاثنان زائد 11 كم يصير؟ 13. إذا الصاد كم تصير؟ 13. هذا الآن وجدت الحل، إذا حاب تتحقق عوض مكان الصاد 13، لما تطرح منها اثنان يبقى عندك 11. طيب الآن هنا في سؤال جميل جدا، ركزوا فيه جيدا. هذا الآن حل المعادلة ثم تحقق منها. نفس الطريقة راح أوجد ماذا؟ حرف العين، تمام؟ يلا الآن، وكذلك هنا حرف التاء لازم توجد كم قيمته. أعطيكم 30 ثانية ثم نبدأ مع بعض. يلا أعزائي الطلاب ركزوا جيدا فيها. الآن هنا حرف العين يساوي 7، إذا عوضت مكان العين 7 إذا 6 ضرب 7 يساوي 42، لأن ما بين الرقم والحرف علامة ضرب. ترى هنا نفس الطريقة، نفس السؤال قبل قليل، راح تاخذ 4 و16 تجمعهم مع بعض عشان تطلع لك 20 اللي هي التاء، وإذا طرحتهم مع بعض حتى تجد 20 لما نطرح من 4 16. طيب هذا السؤال جميل جدا، آخر سؤال عندكم في صفحة 21. هذه الآن وش تفرق بينها وبين هذه؟ إن هذه عبارة جبرية وهذه ماذا؟ معادلة. المعادلة فقط لها قيمة واحدة فقط اللي هي ماذا تحط هنا؟ أحسنتم 4. لكن هنا في العبارة الجبرية تضع أي قيمة للسين لأن ما فيها يساوي، لذلك فهذه الإجابة ممكنة. عبارة سين زائد 3 لا تحتوي على إشارة مساواة لأنها عبارة جبرية، لذلك السين يمكن أن تكون أي قيمة. بينما انتبه هذه معادلة لابد تكون لها قيمة واحدة، سين تساوي 4. طيب إلى هنا أعزائي الطلاب والطالبات، استودعكم الله ودمتم بخير، وإلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله.